بكرة مجيدة للأمة العربية، ونحمد الله أن الجيش الليبي شارك فيها، وكان طبعا على رأس قيادة الجيش المصري الراحل السادات الله يرحمه ويسامحه، وكان بعض قادتنا منهم المشير خليفة حفتر مشارك في حرب العبور، وكانت حرب فخر، وهي اللي كسرت شوكة العدو وبدأ يطالب بالمفاوضات وإحلال السلام. ليبيا كانت لها الدور الكبير والفاعل في التصدي لهذا العدوان الذي كان مترصد لجمهورية مصر العربية، فكانت ذكرى وملحمة يعني تاريخية. أصبحت الفترة ما بين 1967 إلى عام 1973 هي فترة إنشاء وإعداد واتحاد للجيوش العربية حتى يأتي يوم 6 أكتوبر الذي كلل هذه الفترة بالنجاح في تلك الحرب. من نتائج 6 أكتوبر من أهم نتيجة هو اتحاد الجيوش العربية واتحاد الاقتصاد العربي. لما اتحدوا في الاقتصاد العربي أصبحت هناك مقاطعة النفط والمقاطعة الاقتصادية ضد إسرائيل وضد الدول الداعمة لإسرائيل، فأصبح الجميع هنا ينظر للعرب ككتلة واحدة ودولة واحدة. لم يكن هناك مصر، ليبيا، الإمارات، السعودية، تونس، الجزائر، المغرب، لا، كانت هناك دولة واحدة اسمها الدولة العربية، وهذه نتيجة الانتصار اللي صار يوم 6 أكتوبر عام 1973.